Good morning, my students. Today we will solve the homework given on permutation. Let's review the rules. إذا كنا عم نعمل selection of R objects from N objects. عم نعمل selection من N objects عم ناخد R objects. هذا selection إذا كان one by one. يعني عم نعمله object object منشيل object منشوفه منشيل التاني منشوفه منشيل التالت منشوفه etc. ممكن يصير without repetition or without replacement وممكن يصير with repetition means with replacement. إذا كان without repetition بتكون الرول اللي بدنا نستعملها NPR اللي هي N factorial over N minus R factorial. وإذا كان with repetition بيستعمل الرول N to the power R. Let's start by the first exercise. Calculate the following. 5P2 فينا نحن نعملها by calculator بس إحنا حنشتغلها by using rules هلأ لنتعود على الرولز. هيدي هي الـ N وهيدي هي الـ R. فالقاعدة بتقول NPR بتساوي N factorial over N minus R factorial. يعني 5P2 بتساوي 5 factorial over 5 minus 2 factorial. هيدي بتعطيني 5 factorial over 5 minus 2 هي 3 factorial. منثبت الصغير تحت وعنا الكبير مننزل فيها لنوصل للثري منعمل 3 factorial وستوب. منعمل cancellation وبيطلع معنا الانسر 20. 8P6 يعني هي بتساوي 8 factorial over 8 minus 6 factorial. That means it is equal to 8 factorial 8 minus 6 it is 2 factorial. So منثبت ال 2 factorial ومننزل بال 8 factorial بتعطيني 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 factorial. عملنا stop عند ال 2 عشان نقدر نعمل cancellation مع ال 2 factorial اللي موجودة بالdenominator. والانسر 20,160. Exercise 2. How many 4 digit number? بدنا نألف أرقام من 4 digits. Using هيدي list 2, 4, 5, 6, 8 بدنا نختار الأرقام يكونوا من هيدي list. If repetition is not allowed. إذا repetition not allowed يعني بدنا نستخدم الرول N, P, R. طبعا بدنا نحدد الـ R والـ N. نحن عم نختار 4 من أصل 1, 2, 3, 4, 5. يعني الـ N هي 5 والـ R هي 4. نحن عنا list فيها هيدول الأرقام عم نألف منهم 4 digit numbers يعني عم نختار 4 أرقام منهم. يعني الـ R equal 4 والـ N equal 5 فبتصير الرول 5P4. فينا نعملها by calculator وفينا نحلها calculation بالرول. بتصير 5 factorial over 5 minus 4 factorial يعني هي 5 factorial over 5 minus 4 هي 1 factorial يعني بتعطيني 5 factorial لأنه 1 factorial هي 1 و 5 factorial الانسر لإلي 120 ways أو 4 digit numbers. Exercise 3. In how many ways can 5 persons عنا 5 persons بدنا نقعدهم على 3 كراسي. يعني بدنا نختار من هول ال 5 persons حنختار بس 3 persons يقعدوا على الكراسي. فعنا بتكون ال N هي 5 وبتكون ال R هي 3. نحن بدنا نختار 3 يجوا يقعدوا هون.
طبيعي هون رح يكون لأنه 5 persons عم نقعدهم على كراسي، طبيعي هون الـ repetition is not allowed لأنه الشخص اللي بيقعد على أول كرسي من الطبيعي ما رح يقعد على الثاني أو على الثالث بنفس الوقت، فهون مش بحاجة يقول repetition is not allowed، نحن بدنا نعرفها. فحنستعمل قاعدة NPR، عنا الآن 5 وعنا الآر 3، وبيطلع الانسر 60 ways. Exercise 4. How many two letter words do we have by using those letter, this letter A, C, E, I, H. يعني عنا نحنا list، عنا هول الأحرف A, C, E, I, H، بدي ألف منهم كلمات من حرفين. يعني عنا ال R2 وعنا ال N بتساوي 1 2 3 4 5، ال N بتساوي 5. Repetition is not allowed، مش مسموح نكرر الحرف بالكلمة مرتين، فهي N P R. ال N معنى هي 5، P وال R هي 2. نستعمل الكالكوليتر أو بنعملها باي رول، 5 minus 2 factorial. طبيعي الكالكوليتر صارت أحسن عشان الوقت، بس عشان تتعودوا على الرول. times 3 factorial over 3 factorial، وبطلع معنا 20 words بنقدر نألف منهم. exercise 5. how many 3 digit number can be formed using هيدي الليست؟ يعني أنا عندي هيدي الليست 2 4 5 6 8، بدي ألف منهم أرقام من 3 ديجيت، يعني الـ R equal 3 وهون بستنتج الـ N equal 5. بس عم بقول لي repetition is allowed، مسموح نكرر. repetition is allowed يعني الرول هي N to the power 4. الآن مع N to the power R، الآن معي هي 5 والـ R معي هي 3، بيطلع معنا الآن 125 numbers بنقدر نألف من هول الأرقام، من هول الأرقام بنقدر نألف 125 رقم من 3 خانات إذا كان التكرار مسموح. exercise 6. given an urn، عنا urn contains 3 black balls and 4 red balls. عنا two balls are drawn successively. successively means one by one، يعني طابي طابي، مش عم نكمشهم كمشي واحدة الطابتين بإيدنا ومنشيلهم. منشيل أول طابة منشوفها، بعدين منشيل تاني طابة، يعني واحدة واحدة. and without replacement. أول شيء successively بتعني permutation، يعني إحنا عنا permutation لأنه عم نسحب طابة طابة. permutation ممكن يصير يا without replacement أو with replacement. أو with replacement، إذا without replacement بدنا نستخدم القاعدة NPR، إذا with replacement بدنا نستخدم N to the power R. نحن معنا without replacement يعني حنستخدم الرول NPR. فإذا أول شيء حددنا إنه القاعدة بدنا نستخدمها بهذا السؤال NPR. in how many ways can we obtain two balls؟ بكم طريقة رح نحصل على طبتين؟ two balls هون ما حدد color، يعني هيدا in general نحن عم نحكي بشكل عام عم نسحب طبتين. مثل ما لاحظتوا هون أول شيء بما إنه two balls are drawn successively، يعني من هون منحدد إنه ال R بتساوي 2. بما انه عندي 3 بلاك و 4 ريد بنستنتج انه الان بتساوي 7. هلا بما انه 2 بولز ان جنرال، لانه ان جنرال عم نختارهم، فرح نختارهم من التوتال كله اللي هو قد ايه 7. فمن هون نستنتج انه الار بتساوي 2 والان بتساوي 7، ونحن عم نستخدم الرول ان بي ار، فبيطلع معنا 7 بي 2، فبيطلع الانسر 42 ways. طيب 2 part A عم بقول لي in how many ways we obtain two red balls، عم بحدد
انه هن رد، الشرط صار واضح عنا، يعني السحب عم بيصير من الرد اللي هن عددهم 4، يعني عم نسحب 2 رد from 4، 4 رد لانه عنا. فالفور هون هي اللي بتمثل الان، والتو هون هي اللي بتمثل الار. باستخدام القاعدة NPR بيطلع عنا الانسر 4P2، يعني بيطلع معنا 12 ways. Part B عم بقول لي to obtain 2 black balls، بده يطلع الطابات black. حدد الشرط انه هن black، فاذا حدد الشرط انه black وعدد البلاك قديه معيه هون 3، يعني بدنا نسحب اول طابة تطلع بلاك منخليها برا ما حنرجعها، والتاني حتطلع بلاك، والتالتة حتطلع عفوا اتنين حيطلعوا بلاك. فالهون صار عنا 2 بلاك من اصل قدي بلاك عندي من اصل 3. فعنا هون الار صارت 2 وهون الان صارت 3. القاعدة NPR يعني بيطلع معنا 3P2 والانسر بيكون 6 ways. exercise 7 عنا earn contains 3 black and 4 2 balls are drawn successively means one by one. successively يعني نحن عرفنا انه عنا permutation. مثل ما حكينا ال permutation يا بيصير with replacement او without replacement، واحدة من الاثنين. اذا with replacement بتكون n to the power r، اذا without replacement بتكون npr. عم بقول لي with replacement يعني مش npr، يعني السؤال رح يكون على n to the power r. حددنا الرول اللي بدنا نستخدمه. عنا عم بيقول two balls are drawn successively، يعني ال r من هون بيستنتج انه equal to from what؟ from 7 balls، يعني عنا ال n equal to what؟ to 7. فحددنا ال r بتساوي 2 وال n 7. Part 1 in how many ways can we obtain two balls؟ two balls ما حدد color هون، ما حدد شيء، فهون two balls in general. two balls from قدي بشكل عام، نحن عنا 7 طابات، فعنا ال r بتساوي 2 وال n بتساوي 7، وعم نستخدم القاعدة n to the power r، فهي 7 square وبيطلع معنا الانسر 49 ways. 2 calculate the number of ways to obtain two red balls. بنحنا to obtain two red balls، يعني هو حدد انه بدهم يطلعوا الطابات رد. فتو رد من اصل قد ايه؟ من اصل 4 رد. نحنا عنا عدد الرد هن 4 from 4. بهيدي الحالة ال r بتساوي 2 والان شو بتساوي 4، وعم نستعمل القاعدة n to the power 4 n to the power r، يعني 4 to the power 2 بيطلع معنا 16 ways. طبعا نحن لما نشتغل permutation order is important، يعني انا بهمني شوف الطابة الاولى شو لونها، الطابة الثانية، الطابة الثالثة. بس هون ليه ما عم ببين معي الاوردر؟ لانه لما اقول طابتين حمر حمر، يعني الاولى حمراء والثانية حمراء، بس اقولت مثل الاسئلة اللي حنحلها بعدين، واحدة حمراء واحدة سوداء، حتصيروا تقولوا لي يمكن الاولى حمراء والثانية سوداء، يمكن الاولى سوداء والثانية حمراء، حتصيروا تهتموا بالاوردر. بس هون لانه عم بيكونوا مثلا 2 رد ما بهمني الاوردر، 2 بلاك ما بهمني الاوردر لانه نفس اللون. فبارت بي عم بقول لي 2 بلاك، فحدد انه هن بلاك، فنحن عنا بلاك 3، يعني 2 من اصل قد ايه؟ من اصل 3. فاذا الار هون بتساوي 2 والان بتساوي 3. باستخدام القاعدة n to the power r يعني 3 سكويرد وبتطلع معي 9 ways. وهيك بتكون خلصت الهوم ورك، ويعطيكم العافية.